لا ناصر تفضلي. تفضلي. ابو وديع ما شاء الله عنك عدد كبير من الحفلات، واليوم عم بتصور فيديو كليب بقمه نشاطك وجمهورك العريض عم بيواكبك من بلد لبلد، وقريبا رح تغني بالاسكندريه وامبارح كنت بموسم الرياض. خبرنا شوي عن هيدي النشاطات يلي عم تعملها، وليش تاخرت هالقد اغنيتك الجديده مع زياد برجي يلي بعتقد صار لها اكثر من سنتين او ثلاثه يمكن؟ انا على سيستم بيشتغل انه كل شيء وقته حلو. انه صار وقت زياد وخلصنا بدنا نصورها بسمعوا حبيبي شلتنا الاعجاب. حفلة الرياض امبارح كانت كثير حلوة كثير حلوة. السعودية بلد مضياف ياخذ العقل، شعب طيب من الكبير لا لا لا, لا اي شخص، ناس طيبين وكثير جمهور سميع بشكل جمهور بيسمع الكلام الحلو بزقف على جمله الحلوة بيقول اه عجبني الحلوه. هذا كنت تفاجأت فيه انا اول مره رحت على السعوديه. شفت التفاعل بالفيديوهات اللي حضرناها كثير انبسطت، كانت مهرجان كثير حلو. الحمد لله وان شاء الله يا رب كل ايامكم حلوه.